أعلن الجيش الإسرائيلي بدء استهداف مواقع في غزة وسط سماع عدوي انفجارات ضخمة في المناطق الغربية من القطاع. يأتي هذا بينما سقط صاروخ قرب تل أبيب أطلق من قطاع غزة بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال قوات الاحتلال إن منزلا وسط إسرائيل أصيب بصاروخ أطلق من القطاع، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح متوسطة وطفيفة. وأعلنت سلطات الاحتلال غلق جميع المعابر مع غزة حتى إشعار آخر، فضلا عن فرض إغلاق شامل على القطاع. Thank you.